يمكن الكثير من الأطعمة هي مفيدة ومهمة للجسم، ولكن تظهر بعض الدراسات اللي تخوفنا أحيانا من طريقة تناولنا إلها، ويقولون أنه ممكن هي تقلص القيمة الغذائية للأطعمة حتى لو كانت صحية مثل الخضروات. ونسمع دائما أنه بعض أنواع الخضار والفواكه تفقد قيمتها بعد الطبخ، فشنو الطريقة الأفضل وشنو الشائع والمعلومات المغلوطة وكل هالتفاصيل راح نتحدث فيها مع أخصائية التغذية أسيل لعنزي. أهلا وسهلا بيش أسيل، نورتينا. صباح الخير وهج، وصباح الخير دينا، وصباح الخير لمشاهدين قناة دجلة. أكيد صباح الورد عليكي، وأهلا وسهلا فيكي أسيل. أسيل، بداية موضوعنا اليوم جدا مهم، لأنه دائما في معلومات مغلوطة خلينا نحكي، أو في ضغط كبير بين الناس حول بعض المعلومات اللي بتخص التغذية وبتخص أكلنا. فمثلا في ناس بيحكوا أنه الجزر الني بيكون فيه قيمة غذائية أكبر أو غني أكثر بالمواد الغذائية من الجزر المطبوخ، وكنا نسمع هذا الحكي من وإحنا صغار. فهل هذا الكلام صحيح أو هو خطأ؟ يعني إحنا كبرنا على معلومات غلط. تمام، أوكي. هلأ أول شغلة، مش كل أنواع الخضار وهي نية فيها فيتامينات وفيها قيمة غذائية أعلى. حلو. في بعض أنواع خضار منها الجزر على سبيل المثال، خلينا نبلش فيه، في مادة معينة موجودة بجدران خلايا الجزر، إذا تحطمت بصير امتصاص الفيتامينز فيها أعلى. فمش كل أنواع الخضار، نرجع إنه ما نحكي إنه ما بصير نعمم، نحن نحكي إنه كل أنواع على سبيل المثال الفواكه منيحة أو بنقدر نأخذها بكميات معينة، ولا بنقدر نحكي إنه كل أنواع الخضار بنقدر نأخذها وهي نية بتكون قيمتها الغذائية أعلى، ولو هي مطبوخة بتكون قيمتها الغذائية أعلى. في بعض أنواع خضار معينة، هم نحكي 4 أو 5 أنواع خضار، هي نبلش بالجزر، تمام. في عنا كمان السبانخ، في عنا البندورة، وفي عنا الماشروم، وفي عنا الكيل، وفي كمان عنا الأسبرغس. هدول من أنواع الخضار اللي إذا طبخناهم بكون فيهم القيمة الغذائية أعلى وإحنا مطبوخين. بيرجع الموضوع لأنه الفيتامينز الموجودة بهاي أنواع الخضار هي تعتبر ذائبة في الماء، فهي بحاجة لرطوبة، لدرجة حرارة شوي أعلى، وكمان وجود مي اللي بينفرز أثناء الطبخ ودرجات الحرارة الخفيفة، فبيؤدي هذا إنه هاي الفيتامينز تنطلق ويصير امتصاصها بالجسم أعلى. حلو. زي ما بنشوف على الشاشة، إحنا حاطين أول شيء الجزر، حاطين البندورة إنه فيها موجود فيها مادة هي اللايكوبين اللي هي تعتبر محاربة للسرطان، ومادة كتير مضادة للأكسدة، وكتير كتير كتير جيدة للناس اللي عندها مناعة قليلة، للناس اللي عندها بعض أمراض معينة، والناس اللي بتدور على أكل يكون سوبر فود، أكل فيه قيمة غذائية أعلى. في كمان عندنا السبانخ، السبانخ دائما بيحكوا لك، إيفن أنا الترندز اللي بشوفها دائما على إنستغرام وتيك توك، بيجيبوا السبانخ بحطوها بالميكسر واشربها وهي نية، فبتكون أفضل. هلأ للناس اللي بدوروا على نقص الحديد اللي بيأكلوا دائما سبانخ نية، هذا الحكي مو صح. نحن بحاجة لدرجة حرارة لو بسيطة نعرضها، نقلبها على الغاز مش بالمايكرويف، التعريض الحرارة اللي احنا بنحكي عنه على الغاز بدرجة حرارة مش كتير عالية ولوقت كتير قليل، مش بالمايكرويف. الناس اللي بيستعجلوا بالموضوع بحطوا بالمايكرويف، ممكن بحكي لك بعرضها للحرارة عشان احصل على الفيتامينز، على لا، احنا بنحكي طبخ خفيف على الغاز بدرجة حرارة قليلة. حلو. نعم، حلو. طيب نشوف باقي الصور حتى نقدر نعلق عليهم تباعا. تمام. تاني شغلة اللي ممكن تكون صدمة عند الناس اللي دائما بيشربوا ماتشا الصبح بيفكروها هي بتذوب الدهون بالجسم. هذا الحكي ابدا مو صح وخرافه. الماتشا الشيء الوحيد اللي بتعمله انها تعمل، نحكي عمل القهوه والكافيين الموجود بالقهوه، بس بحد اقل. يعني احنا وقت نشرب قهوه ممكن نحصل على طعم مر، بالماتشا لا، احنا ما بنحصل على طعم المرار، لكن بنحصل على الاستيقاظ العقلي اللي بندور عليه بالقهوه، وبتعطي اطلاق طاقه لفتره كتير اطول ومنتظمه اكثر من القهوه. فهذا الموضوع ما بياخذ يوم ويومين، يعني اكيد بكره اذا احنا صحينا الصبح وجربنا ماتشا اكيد ما رح نلاحظ حالنا انه صرنا حدا غير اخر النهار، لكن بحاجه انه يدخل على روتينا اليومي، هي غنيه كتير بمضادات الاكسده. وكمان هذا الموضوع اللي الناس اللي بتدور عليه، موضوع اطلاق الطاقه ويحس حالهم مور ريلاكس، كتير رح تفيد الماتشا، لكن ما لهاش علاقة أبداً بموضوع إنه رح تخسر وزن. هاي صدمة صراحة الهواية من الناس اللي يستخدموا، لكن أنا أشوف يمكن موضوع الماتشا، يعني حتى الأنواع اللي قاعد توصلنا ما قاعدة تكون يعني ماتشا حقيقية، فشو نقدر نميز إذا هذا شيء حقيقي او هي مخلوطه؟ اوكي. هلا اهم شيء انه احنا نروح على شركه موثوقه. هلا نحن كاشخاص ما عندنا القدره انه احنا نميز انه هاي الماتشا اصليه ولا مو اصليه، اهم شيء نروح على شركات موثوقه وتكون الكواليتي تبعها منيح ومرخصه. عدد قليل من الماتشا اللي مرخصه من غذاء الدواء الامريكيه، في انواع معينه
ما اتوقع انه احنا مسموحين نحكي لها نحكيها على الهواء، لكن احنا اذا بنقلب ظهر الماتشا بنلاقيها مرخصه من الغذاء والدواء الامريكيه، فاحنا بنعرف انه هاي الماتشا مش داخل فيها مواد ثانيه وهي اورجانيك. حلو. يعني من الاخر اهم معلومه احنا وصلتنا اليوم انه الماتشا ما له دخل بتنزيل الوزن او التنحيف. اكيد. طيب نشوف الصوره اللي بعدها عشان نشوف خرافات اخرى. تمام. انا هذا الموضوع بعاني منه كثير مع البيشن تبعي والناس اللي بيسالوني دائما انه ما اكل فواكه، ما هي الفواكه سكر. اوكي، هلا الفواكه سكر لكن بالاخير هي سكر طبيعي، فالجسم بيتعامل معه غير عن السكر الصناعي اللي بنلاقيه بالسوبر ماركت، اللي بنلاقيه بالشوكليت، الادد شوجر نفسه. هلا لكن الاصح انه في بعض انواع فواكه المؤشر الجلايسيمي تبعها اقل من بعض فواكه ثانيه. ايش يعني مؤشر الجلايسيمي؟ يعني وجود السكر وتعامل الجسم معه بيكون اخف وصحي اكثر على الجسم. من بعض انواع الفواكه هاي عندنا الكيوي، عندنا التوتيات بشكل عام، عندنا الفراوله من التوتيات، والبطيخ. هذول يعتبروا من اكثر انواع الفواكه لاي حدا عم بدور على خساره وزن اذا اهتم فيهم وخلاهم هم موجودين بنظامهم الغذائي وبعد انواع الفواكه الثانيه ممكن يحصل على نتيجه افضل. لكن هذا لا يعني ابدا انه انواع الفواكه الثانيه زي الموز وزي المانجا، دائما احنا بنشوف انه بدك تعمل دايت ما تقرب على الموز ما تقرب على المانجا، هذا الحكي ابدا مو صح. لكن هي وين الفكره؟ انه ممكن الموز فيها سعرات دبل الموجود مثلا ب 2 كوب او 3 كوب فراوله. حلو. فانت بتقدر تاخذ كميه اكبر، تاخذ مي اعلى بالفراوله، تاخذ طعم حلو بنفس اللي بتاخذه بالموز لكن بكميه كثير اكبر وشبه اعلى. فعشان هيك نحن عشان هيك هي تتداول المعلومه خطا، فاحنا بنحكي انه لا خلينا على الفراوله افضل بكثير من الموز. بحكي لك خلص ما هو الموز بنصح انا ما لازم اقرب على الموز، لكن هاي المعلومه ابدا مو صح. نعم. يعني هو الموضوع انه احنا نوازن ما بين الكميه والنوع الاكل اللي ناكله. يعني احنا لما نعرف انه هذا الاكل سعراتها قليله ممكن نزيد، لما نعرف انه سعراتها عاليه نقلل. بالضبط. اكيد. وهج واحنا لما نكون ماشيين على دايت اكيد في فترات معينه بنكون حاسين بجوع، فنحن بحاجه لكميه اكبر اكل. فلما نعرف نختار كميه اكبر بسعرات اقل نحن رح نرتاح. نعم. جميل. طب خلينا نتحدث اكثر عن البطيخ بما انه هلا موسمه والبطيخ له عشاق يعني في أكيد. كل مكان. شو وضعه مع الدايت؟ في له كميات معينه لازم نتناولها؟ بناخذه مثلا بديل عن الحلو ولا بنقدر ندخله بنظام غذائي معين بوجبه الغداء بوجبه الفطور او غيره؟ تمام. هلا كل حدا فينا له سعرات معينه، ما في قاعده معينه انه 2 كوب بطيخ او 4 كوب بطيخ بتزبط مع الكل. ما في قاعده معينه، لكن البطيخ يعتبر من السعرات الحراريه كثير قليله والموجود فيه مي، فانت بنفس الوقت اللي عم تاخذ فيه طعم حلو عم تاخذ مي عاليه وعم تاخذ شبع كثير عالي. فالناس اللي عندها كريفنج كثير عندها شهيه للسكر بفضل انه دائما ندخل بطيخ. لو اخذنا مرتين باليوم كوب لكوب ونص باليوم ما رح ياثر على الدايت لو شو ما كانت سعراتك. بشكل عام هاي يعني هاي النصيحه اللي بقدر احكيها بشكل عام. هلا اكثر من هيك ممكن احنا ندخل انه انت اذا عم تاخذ طعم حلو عم تاخذ انسولين اكثر فعم تنفتح شهيتك فبتصير بحاجه لاكل اكثر. فطالما احنا مسيطرين على الكميه طالما امورنا تمام. حلو. لازم ننوه على شغله انه البطيخ عندنا، انا بضل مصر انه البطيخ عندنا اللي هو الشمام اللي هو بالضبط. احنا البطيخ عندنا البطيخ نسميه رقي، يعني هو الاحمر رقي الشمام نسميه بطيخ. ايوه. اوكي. طيب خلينا نروح للصوره اللي بعدها. ايوه المي. هاي انا بسمعها من عمري 10 سنين. بدك تضعفي او بدك تضعف اصحى الصبح وخذوا كاسين مي دافيين، الدهون كلها بالبطن رح تدوب. هذا الحكي ابدا مو صح. ما المي سواء كان درجه حرارتها 10 ولا سواء كان درجه حرارتها 1 اكيد لما تدخل على الجسم ما رح تروح تستهدف الخلايا الدهنيه وتذوبهم. لو هيك كان الاطباء والاخصائيين التغذيه قاعدين بالبيت وكل حدا فينا عم ياخذ بس 2 كوب مي الصبح. لكن المي الدافيه خرافيه للناس اللي عندهم قولون عصبيه، بتريح الامعاء كثير، بتعمل ريلاكسيشن للامعاء. فالناس اللي عندها مشاكل بالجهاز الهضمي اذا بدوا يومهم ب 2 كوب مي بحسوا حالهم مور ريلاكس. ما عدا ذلك الناس اللي ما بتشرب مي وبتصحى تصير تشرب مي 2 كوب فبصير الشبع تبعها الصبح كثير عالي. فاحنا بنعمل سكيب لميل لاثنين ميل، او بدل ما يبلش يومه مثلا بدونات او بلش يومه بكوكيز او بشيء حلو بصير انه انا بخلص اشربت مي شبعت فبعمل سكيب لهي الوجبه اللي باخذها بكير. حلو. حلو. وفي كثير كمان معلومات انه نشرب الصبح مع المي ليمون. هل هذا الشيء ممكن فعليا يكون مفيد لحرق الدهون؟ هلا هذا الشيء بس بيعطينا فيتامينز اللي موجوده بالليمون وممكن يقلل شوي الشهيه، لانه في ناس طعم الحد تبع الليمون بيخلي الشهيه عنده اقل، لكن هو اكيد ما بيدوب دهون. رح نحكي كمان شوي عن موضوع الشاي الاخضر مع الليمون اللي هو كمان هذا يعتبر من الترندز الموجود. نعم. خلينا نروح للصوره اللي بعدها.
اوكي هاي اجت يلا اجى وقتها تمام. هلا كثير ناس بيشربوا شاي اخضر بعد ما بعد ما ياكلوا وجبه كثير دسمه، اعتقادا انه الشاي الاخضر ممكن يساعد انه يهضم او ممكن يقلل الدهون الموجوده عندك، او انا خلص اكلت وجبه فيها 2000 سعره راحت الوجبه. هذا الحكي في جزء منه بسيط صح، اللي هو انه الشاي الاخضر بقلل امتصاص الدهون بالوجبه. فاذا على سبيل المثال نحن اخذنا وجبه فيها 100 جرام دهون، ممكن يقلل لك 5 جرام. نسبة بسيطة، نسبة كثير بسيطة. ما عدا ذلك هو سخن، فنفس فكرة المي الدافية، بحس حال الواحد انه مور ريلاكس وقت ياخده، لكن هو ابدا ما بيحرق دهون. ولو ضفنا له ليمون، الشيء الوحيد القيمة الغذائية اللي بضيفه ليمون انه بيساعد على امتصاص مضادات الاكسدة اللي موجودة بالشاي الاخضر. فمثلا اذا احنا رح نمتص 10 مضادات اكسدة، ممكن نمتص لحد 15 ل 17، بزيد نسبة 30 ل 40% من امتصاص مضادات الاكسدة الموجودة بالشاي الاخضر. بس شو انسب وقت لحتى نشرب احنا الشاي الاخضر حتى نستفيد منه كفائده مش كحرق دهون؟ كفائده عادي نقدر ناخذه اي يوم خلال النهار، لكن انا بفضل انه قبل النوم باربع ساعات ما ناخذه، لانه فيه نسبه كافيين كثير عاليه. يعني تقارن بالقهوه نسبه الكافيين الموجوده بالشاي الاخضر. حلو، نروح للي بعده. اوكي، اي ثينك الكل شاف هاي المعلومه اللي عم تطلع كثير على الانستغرام اخر فتره والتيك توك، انه ما تاكلوا شوفان والشوفان مش من السوبر فود وبعدوا عنه، وهي خرافه. تمام. هلا كل فتره بيطلع ترند على السوشيال ميديا، في نوع حمض اسمه فايتيك اسيد موجود باي نوع حبوب، سواء كان شوفان او اي نوع حبوب اخر. الصلابه اللي موجوده على الغلاف الخارجي لاي نوع حبوب هي من سبب الحمض الفايتيك اسيد، او هاي الطبقه الموجوده فيها حمض الفايتيك اسيد. هلا ايش الصح؟ الصح انه نعم الشوفان بقلل امتصاص المعادن، لكن هذا ما بيلغي انه الشوفان يعتبر من السوبر فود له قيمه غذائيه كثير عاليه، خاصه لمرضى السكري والناس اللي بيعملوا دايتات الكيتو، ممكن بيبعدوا كثير دائما عن الشوفان. واحنا اول ما ننتقل من لما نخلص مرحله الكيتو ونرجع للحياه الطبيعيه، من اول الشغلات اللي احنا بنبلش فيها بالتدريج اللي هي الهولي جرينز، اولهم الشوفان. الغاء الشوفان من الدايت يعني هو حريه لشخصيه لكل حدا، لكن هو ما بيمنع امتصاص المعادن اذا تم نقع الشوفان لمدة 6 ساعات على سبيل المثال قبل ما يتم تناوله. هاي الطبقة بتصير مور سوفت، إطلاق المعادن الموجودة جوا الشوفان بتصير أسهل الامتصاص جوا الجسم. فالأصح إنه نحن نحكي إنه الشوفان لازم ننقعه بحليب أو مي بدرجة حرارة الغرفة لمدة 6 ساعات قبل ما نتناوله، وهيك احنا بنحصل على كل القيمه الغذائيه تبع الشوفان. يعني الشوفان ما يتاثر اذا ضفنا له اشياء مثلا او خلطناه ويا اشياء، قيمته الغذائيه ما راح تتاثر. ما راح تتاثر، لكن الفكره وهج انه وجود هاي الطبقه وعدم تدويبها، احنا اكلناه دايركت للشوفان. يعني في ناس بحطوه على السموذي تبعهم دايركت بياخذوه، مثلا بدل ما ياخذ على قيمه غذائيه 100% راح يحصل على 40%. فهو حاصل بجهتين على قيمه غذائيه، لكن احنا اذا احنا هدفنا نحصل على قيمه غذائيه اعلى وما نمنع امتصاص المعادن الموجوده بجسمنا خلال هاي الفتره اللي موجود فيها الشوفان جوه المعده. طبعا اكيد مش هو ما بيعمل مشكله بشكل عام، عشان الناس ما تفهم خطا، يعني مش انه اذا احنا بناكل شوفان بشكل عام جسمي ما راح يكون قادر يمتص المعادن، لا، احنا بنحكي عن الفتره الموجود فيها الشوفان جوا المعده تبعنا وجوا الامعاء تبعنا. الافضل انه احنا ننقع الشوفان عشان يصير مور سوفت ويصير امتصاص معادن اسرع جوا الجسم. نعم جميل. ومثل ما ذكرت وهج انه عادي احنا لو ضفنا له مثلا قطع الموز او البريز او العسل، طبعا هاي الامور هي بس انها بتضيف قيمه غذائيه على هذا اكيد الطبق. طبعا حلو، نروح للصوره اللي بعدها. اوكي، هاي من الشغلات اللي فينا نحكي انها لا هي لا حقيقه ولا خرافه. هلا الفيتامينز بشكل عام بتعمل تنظيم للهرمونات بالجسم، منهم هرمون الشبع وهرمون الجوع. فمثلا على سبيل المثال وجود عنصر فيتامين سين بجسمنا ناقص ممكن يعمل لنا تقليل بالشهيه، فهذا يكون السبب انه احنا عم ننزل وزن. وممكن يكون العكس، وجود نقص عنصر بالجسم عم يفتح شهيتنا، فنحن هون بهذا بنكون موجودين بهذا الوضع احنا رح يزيد وزن. الوجود بالانس من الفيتامينز بشكل عام بيعدل الهرمونز وبيعدل وظائف الجسم بشكل عام. هون الجسم بيرجع لوضعه الطبيعي،
للحياة الطبيعية، يعني زي المحرك لما يعطل وإحنا نصلحه بيرجع يشتغل طبيعي، نفس الإشي الجسم وقت ندخل عليه فيتامينز بيرجع لوضعه الطبيعي. هون بهاي الحالة أنت عم تتصرف طبيعي وعم تاكل طبيعي وهرموناتك عم تطلق بشكل طبيعي. هون إذا كنت أنت بوضع وأنت ومع الفيتامينز أنت أتلى وضع آخر، هون ممكن تنعكس عليك نتيجة سواء تزيد وزن أو تنقص وزن. لكن الناس اللي بيحكوا إنه الفيتامينات بتزيد الوزن، هي لا ما بتزيد الوزن، هي بتعدل الهرمون، فممكن يتعدل عندك هرمونات الجوع والشبع فبالتالي ممكن يزيد وزنك. يعني هي مش سبب فتح الشهية أبدا، مش سبب فتح الشهية. لكن أغلب الناس بيستسهلوا إنه يروحوا على الصيدلية ويشتروا مالتي فيتامين بدل ما يفحصوا كل الفحوصات المطلوبة منهم ويأخذوا كل فيتامين لحاله. لا، بحكي لك أنا بروح بجيب مالتي فيتامين لشو بدي بجع حراس هاد وأصير أخذ 5 أو 6 أنواع فيتامين، مع إنه كتير مهم إنه إحنا دائما نشيك على الفيتامينز الموجودة عندنا. فممكن يكون في عنده نقص بفيتامين معين، وجود اكتماله لهذا الفيتامين بالجسم او يصير ناخذه بشكل يومي بيؤدي انه الشخص هذا يتفتح شهيته ويزيد وزنه شوي. نعم حلو. طيب ليش وقت احنا لازم نبقى ناخذ ملتي فيتامينز او فيتامينز لما يكون عندنا نقص؟ اوكي، هلا اهم شيء نفحص وهج، يعني ما بصير نحن هلا اكيد في بعض انواع فيتامينز زي فيتامين دي، هاي من الاشياء اللي لازم دائما ناخذها، واغلب الناس خاصه بالشرق الاوسط عندنا نقص، نحكي من 80% لـ 90%. دراسات بتحكي انه الناس الموجودين بالشرق الاوسط وعايشين ومن طبيعه جيناتنا انه احنا في عندنا نقص بالفيتامين دي. فالفيتامين دي من الاشياء الرئيسيه الموجوده، الحديد من الشغلات الرئيسيه اللي لازم نشيك عليها، البي 12 والبي كومبلكس من الشغلات الرئيسيه احنا لازم نشيك عليها. باقي الفيتامينز نحكي زي فيتامين كي زي فيتامين اي، مش من السهل انه ناخذهم هيك بدون وصف الدكتور او بدون ما نعمل فحص دم نتاكد انه هذا الفيتامين موجود عندنا بشكل طبيعي. وتعليقا على السؤال، في انواع فيتامين بتتاخذ مع الاكل وفي انواع فيتامينز ما بتتاخذ مع الاكل. في بعض انواع فيتامينز زي فيتامين دي لازم يتاخذ مع وجبه دسمه لانه يعتبر من الفات سوليبل فيتامين، من الفيتامينات اللي بتذوب بالدهون. فنحن عشان نعزز امتصاصه وما يروح اخذنا للفيتامين على الفاضي، نحن بحاجه انه ناخذه مع الدهون. فكل فيتامين له خصوصيته. نعم، يعني في كل فيتامين له طريقته. اذا في حال اخذنا نوع من الفيتامينز مش بطريقته او مش بوقته، ممكن انه احنا يكون عم ناخذ الفيتامين على الفاضي بس ما بضر يعني بنفس الوقت. في بعض انواع فيتامين ما بضر، لكن في بعض انواع فيتامين زي فيتامين كي اذا بناخذها بدون وصف طبيب ممكن تعمل معنا تسمم لحد معين. نعم حلو. طيب اليوم احنا خلصنا الصور هيك ولا بعد عندنا صوره؟ خلصنا الصور. شنو ابرز النصائح اللي نقدمها لكل الاشخاص اللي فعليا اي معلومه يسمعوها لازم يروحون يطبقوها؟ اوكي، هلا اول شغله شاهد انه احنا عايشين بالسوشيال ميديا، فعايشين بعصر التجاره الالكترونيه خلينا نحكي. كثير في ناس شاطره بالترويج لمنتجاتها، وكثير في ناس انفلونسرز ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كثير عندهم قدره على اقناع الجمهور الموجود عندهم. وما ننسى انه جزء من الجمهور بيكون تحت عمر 18 سنه، فممكن يكون من السهل انه احنا نقنعه. هلا الافضل انه الاشخاص الموجودين تحت عمر 18 سنه يعني يكون في رقابه من الاهل عليهم، الاشخاص الواعيين يرجعوا للدراسات وللعلم شو بحكي. مش غلط انه انا وقت بدي اشتري منتج معين ادخل على جوجل او ندخل على اي محرك بحث فيه اثبات علمي نتاكد انه هذا الحكي موجود ولا مش موجود. يعني الماتشا اغلب الناس ماخذتها كلايف ستايل، وفي ناس بتاخذها بس هي انا بس بدي انزل وزن، انا شريت ماتشا وراح انزل راح انزل عليها، وبكونوا بيراقبوا وزنهم شهر وشهرين والانتاك تبعهم والسعرات الحراريه تبعهم ناسينها. فهون ممكن انت بعد اسبوع اسبوعين ثلاث تراقب وزنك عم بيزيد، فانت ممكن تصيب بخيبه امل وتخلص انا ما بدي انزل وزن. صح. هاي من الشغلات اللي كثير بتصير عندي بالعياده، وبشوفها انه في ناس بتجرب منتجات معينه وهي المنتجات بتاثر عليهم نفسيا انه انا كنت مآمن بهذا الشيء وما عملي، فممكن يعمل لي مشكله اكبر، مشكله نفسيه انه انا خلص ما بدي بس اسلم ما بدي انزل وزن. فالافضل دائما انه احنا نتاكد من صحه المنتج، نتاكد علميا انه هل هذا الشيء صح ولا مو صح. ممكن نستشير اخصائي تغذيه او اي دكتور يكون ثقه وقادر نساله. نعم حلو. جميل. يعني يمكن انا بس بدي اسالك سؤال اخير قبل ما نختم لقائنا وهو مهم جدا، بما انه احنا ذكرنا موضوع الفيتامينات وذكرنا موضوع نزول الوزن او الاشخاص اللي بيحاولوا انهم ينزلوا من وزنهم،
هل ممكن نقص احد الفيتامينات ياثر على نزول وزن؟ لانه كثير في ناس مع واكيد انت بتشوفي كثير يعني ناس بيجوا لعندك انه انا عم بعمل دايت لفترات طويله بس ما عم بنزل وزني، ممكن يكون السبب هو نقص فيتامين معين؟ اوكي، نحكي بشكل سريع، في عندنا مشاكل صحيه رئيسيه بتاثر على نزول الوزن زي الغده الدرقيه ووجود مشاكل سكر، هدول من اهم الشغلات اللي اي حدا ناوي ينزل وزن لازم يشيك عليهم. ننتقل لموضوع الفيتامينز، في فيتامينز بتاثر على الحرق الموجود عندنا، منها الفوليك اسيد، فيتامين دي، الحديد والبي 12، هدول اهم الفيتامينز يلي بيساعدوا على نزول الوزن. وجود نقص بواحد فيهم مع الدايت تبعنا اذا اخذنا المكمل تبعه رح ياثر بشكل كثير منيح على النزول تبعنا وحرق الدهون بالجسم. نعم اكيد. اسيل شكرا لك على كل هالمعلومات، وان شاء الله نتمنى لك بقيه نهار سعيده ونشوفك اكيد في الحلقه القادمه. يعطيكم العافيه، ثانك يو سو ماتش.